هلا هلا باللي له الخافق يهلي. ليك أكثر من 10 مليون ما تكذب. يما ليش تكذبين علي؟ انا اكذب عليك؟ اي تقولين بسجلك في المدرسه وما سجلتيني كل يوم بكره. لا يما التسجيل توا بادي. بسجلك. طيب وين ابوي؟ وانا ما راح يسجلني ابوك. معليش يا يما تعال. الله يعين. بس بالله عليك يا اختي الحين انت براتبك وجيت تسلفين مننا راتبي؟ يا حسره على هالراتب. تصدقين الحين انا راتبي اكثر من 6000 لكن ما يجي نص الشهر الا وهو يسلم عليك. الله يهديك يا اختي امسكي يدك عن الفلوس وقطصتي ترى 6000 ما يبينه. يعني هالحين شايفتني لابسه الماسات؟ والله اني ماسكتن يدي. لكن مصاريف مستشفيات مدارس خاصه الايجار وهذا كله مصاريف. وبعدين العيال لين يكبروا وانت تزيد مصاريفهم. وش فيك ما تشوفي لك حل مع ابوهم ذا التعبان؟ المته وقاطهم عليك. ابوهم الله يشيله وقولي امين. تصدقين من يوم ما طلقني لا يسال عنهم ولا حتى يصرف عليهم. لا وزياده الخير خيرين بعد اوراقهم كلها عنده. وولدي بدر ابي اسجله في المدرسه ما عندي له ولا اي اثبات. لا صوره من شهاده الميلاد ولا صوره من دفتر العائله حتى شهاده التطعيم ما عندي له. زين وش رايك تخلين امي تكلمه؟ انت الحين طلقتني ولا قلت شيء او انك تتركني انا وبنتك من غير مصروف؟ لا وزود على كذا ناطلني ببيت ابوي وانت عارف ان ابوي ظروفه صعبه وعايشين على هالتقاعد. تدري الحين ان اكلمك وما ودي ان ابوي يسمعني. يلا خلاص زين يلا مع السلامه. السلام عليكم. وعليكم السلام يبا. من ذا اللي تكلمينه؟ يبا هذا ابو اسيل. وش يبي؟ الله لا يبيه. يبا يسال عن بنته. توه يسال عن بنته؟ شو بلا ما سال منور وعن مصاريفه. يا بنيتي لا تفهميني غلط من كثر ما ونس. ادري يا يبا بس ما بقى شيء ما سويته. يعين الله. تبين شيء وانا ابوك؟ زين يا يبا اذا ما عليك كلافة ابيك تجيب شنطه الاسيل. شنطتها من شقه وألوان خشبية. إن شاء الله ما نبوت. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يهداك بس يا أبو فهد هذا ولدك؟ أولدي؟ توكم تعرفون إنه ولدي؟ أقول اسمعوني زين خلوا ورقة الطلاق تنفعكم. الله يجزاك خير. ما نبغي إلا صورة دفتر العائلة علشان نسجل الولد. أقول لك اسمعيني زين خلي بنتك تسجلها مثل ما سجلت إخوانه. أخلصي. وين السجلة معهم؟ إخوانه كلهم سجلتهم في مدارس خاصة والمسكينة ما عاد يبقى من راتبها شيء. زين يعني تبون صورة من دفتر العائلة؟ وش سوى في ولدك خير؟ أبشري بسعدك
بس أهم شيء تنقين 5000 ريال، الريال ينطح ريال. هو 5000 علشان صورة؟ من وين نجيب لك 5000؟ اسمعيني زين، قولي حق بنتك وهي تعرف شنو تدبرها. يلا حسبي الله عليه من رجال. عادي ليتك قايلت لي يعطينا الأصل، يمكن يطلبونها. وبعدين وش سالفة 5000؟ يبغي 5000 ريال علشان يعطيش صورة دفتر العائلة. الله أكبر، حسبي الله عليك ونعم الوكيل. يعني هذا بدر مو بولده؟ يما متى بتسجليني؟ متى بسجلك يما؟ تسجيلك يبي له 5000. شوي 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 على الولد يا بنتي. طيب خلي ابوي يدفعها. خلي ابوي يدفعها، اشوف خلي يجي يدفعها. يلا يا ماما مثل ما وصيتك، لا تاخرين عن المدرسه ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام يبا. سمي طالع يبا. اروح اصرف لي من البنك راتبي التقاعدي. ايه تبين شيء؟ ايوه بس لا خلاص خلاص. في شيء وانا بوت يبا؟ بغيت السوق اليوم شوي. خير وش عندك؟ يبا اسيل جزمتها من شقه وناقصها بعض الاغراض، وإذا ما عليك كلافة بك تذبني للسوق. ماني مطولة، بخلص أغراضها بسرعة وأرجع. طيب يا بنيتي والله ما أدري وش أقول، تعرفين الحال وتعرفين هالمصاريف اللي حنا فيها. يوم وش أسوي يا يبا؟ أبوها وعدني أكثر من مرة يرسل لها المصروف، وكل مرة يوعدني هو كذاب. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب يا بنيتي وش بلا ما تشتكين هو نفتك. أشتكيه؟ يا شيخ الرجال طلقها وعندها منه بنت. كم عمر بنتك الله يسلمك؟ 10 سنين. 10 سنين الله يسلمك، وهالعشر سنين إلى الحين مو بيصرف على بنته. وانت يا بنيتي وش دعواك للطريقك؟ دعواها الله يحفظك انها تبي النفقة. خل البنية تتكلم. سم ان شاء الله، بس من حر موجس يا شيخ. الله يجزاك خير. من طلقني يا شيخ ما عطاني ولا ريال، أبوي هو اللي يصرف على بنته، وأبوي على قد حاله ضعيف مساكين، يلا يصرف على نفسه وعلى بيته. أقول يا بنيتي أنت ما حاولتي تتفاهمين معه؟ ترى الكلام الطيب أحيانا يجيب نتيجة أحسن من المحاكم. عجزت فيه يا شيخ، تذوب ما يصدق، كل مرة يوعدني ويكذب علي. تذوب يا شيخ؟ من طلقها لا سأل عنها ولا سأل عن بنتها. اكتب عندك، بعد شهرين يتم إحضار الزوج والزوجة للنظر في الدعوة المقامة ضده. يا شيخ شهرين واجد. هذا أقرب موعد عندنا. على بركة الله، هذه محاكم، قومي وأنا بوت. خير يا بنتي، ايش فيه؟ ايش فيه؟ سامي. سامي ايش بو؟ ضربني وطلعني برا البيت. ايش ضربك؟ كلب الوات السافل، وصلت بين المواصيل انه يمد يده عليكي. تعال ايوه بسم الله عليك. تعال ابشر يا دكتور. لا لا خير ان شاء الله يا اختي، خير ان شاء الله. الولد عنده التهاب حاد في اللوز، ونقول من الافضل ان نشيله له مره واحده. هاو تشيلونها؟ ليش يا دكتور؟ المشكلة أنها ملتهبة جدا وتنزل صديد، والصديد هذا تأثيره جدا قوي على القلب. طيب يا دكتور دام أنك تشوف إن شيلتها ضرورية توكل على الله. أوكي حنا راح نشيلها لك، ما عندنا أي مشكلة، لكن للمعلومية ترى الموضوع راح يكلفك حول 7000 ريال بس. 7000؟ والله أنها كثيرة، أنا هالمبلغ ما عندي. والله عادي إذا ما عندك هذا المبلغ شيء راجع لك، بإمكانك أنك تأخذين الأقرب مستشفى حكومي وهم راح يشيلوها لك بالمجان. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله. يلا يا طيب يا بنتي أنت ليش ساكتة المدة هذه كلها؟ ليش ما قلتي لنا من أول على اللي بيسويه فيك؟ يا أبوي أنا كان عندي أمل أنه يتعدل، يا ليته نتعدل إلا كل ماله يزيد ويتمال.
يا ابويا سامي مدمن مخدرات، مدمن مخدرات، واللي كملها. واللي كملها ايش؟ كنت شاكة طول الفترة اللي راحت وانا شاكة فيهم، بس اليوم، اليوم تأكدت بنفسي. تأكدت من ايش؟ يا ابويا سامي يخوني، يخوني النبي وفي بيتي. الكلب السافل وصلت بيه المواصيل لهذه الدرجة؟ ويوم واجهته بخساسته ودناءته طردني، طلعني برا البيت. طيب يا سامي أكيد أنت ما لقيت اللي يربيك، لكن إما ربيتك لا تسميني أبو مهند. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ها وش تبين يا ابو فهد؟ ولدك مريض تعبان. تعبان؟ طيب وش المطلوب مني؟ بسم الله عليك، ابيك تخلص اوراقه علشان اقدر ادخله مستشفى حكومي. هي الولد يبي عمليه. زين زين ما في مشكله، انا بسوي الاوراق بس كل شيء بحقه. خاف ربك يا ولد الحلال، هذا ولدك مو بولد الجيران. أقول لك سمعيني زين، أنا مالي عيال، وورقة طلاقك فوحيها وشربي ميتها. بس والله العظيم ما عندي شيء. زين اصبر علي لين تسلف من عند الجيران. شوفي شوفي لا تضيعين وقتي، إذا دبرت الفلوس اتصلي فيني. زين حسبي الله عليك، حسبي الله عليك يا الظالم، الله يوريني فيك يوم. أقول تطلق وانت ما تشوف الطريق. انا اقول لك ما راح اطلق زوجتي وانا ابغاها يا اخي. وانا اقول لك مالك عندنا زوجة يا اخي؟ البنت ما تبغاك، ما تفهم، ما تبغاك. وانا ابغاها يا اخي. يعني ما انت مطلق؟ لا. طيب يا سامي، طيب يا سامي ما اكون ابو مهند اذا ما جبت خشمك الارض. حلو يا قوي، يلا وريني يا فالح انت وبنتك ونزل خشم الارض. حبة حبة على قلبي، حبة حبة خدني بغرامة، حبة حبة. لا تنسين وانا ابوك، ترى عندك موعد في المحكمة بكرة عند الشيخ انت وطليجتك. اي يا يبا كنت ناوي بعد اذكرك اليوم. لا ما نسيت، بس اهم شيء انت عارف وش بتقولي للشيخ. النفقة، النفقة يا يبا. ايه النفقة، والاول والتالي وانا ابوك ان شاء الله. يبا سمي. جبت الطلبات اللي قلت لك عليها يبا؟ لا والله وانا ابوك نسيت، لكن باتر ان شاء الله احنا راجعين من المحكمة ان شاء الله هجيبها. انا اسفة يا يبا فقلت عليك، بس ما ادري ايش اسوي. اه وانا ابوك ما ثقلت. سلام عليكم. الله يحفظك لنا يا يبا. الله سبحانه وتعالى يا اخوان شو يقول؟ الله سبحانه وتعالى يقول: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. شلون الشيخ؟ شلون؟ يعني ما أنت مطلقها منه؟ إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، أبغض الحلال يا أخوان عند الله الطلاق. على كل حال، على كل حال سنعمل على تأسيس لجنة للتقريب بين وجهات النظر للزوجين.
اللجنة هذه يا أخوان مكونة من أهل الزوج وأهل الزوجة، ونسأل الله السلامة إن شاء الله، ونسأل الله اللطف، ونسأل الله أن الله يوفقهم إن شاء الله وتعود المياه إلى مجاريها. بس يا فضيلة الشيخ أنا ما أبغى، ما أبغى أعيش معاه. الشخص هذا أنا أكرهه، كل يوم يضربني. يا فضيلة الشيخ أبطلق منه. هو أنا يا شيخ يعني ساعتها كنت معصب وضربتها، بس صدقني صدقني يا شيخ، أنا مو دائما أضربها يا شيخ. إلا دائما تضربها، وبنتي هذه ما تكذب. والله مو دائما، والله مو دائما يا شيخ، يعني بعض الأحيان. دائما ولا بعض الأحيان؟ ما لك حق تمد يدك عليها، ولا والله أكسر لك هي. يا جماعة يا جماعة تعوذوا من إبليس، استغفر الله العظيم. يا جماعة الطلاق ليس حلاً، الطلاق ليس حلاً. على كل حال، من جهة الضرب سنأخذ تعهد عليك بعدم التعدي على هذه المرأة. نعم الشيخ. يا شيخ هذا دائما بيضربها يا شيخ. يا اخوي قلنا لك نبي ناخذ عليه تعهد. استغفر الله العظيم، سجل عندك، يؤخذ على المدعو. تفضلوا تقدرون تمشون. لا حول ولا قوة الا بالله. سجل عندك. قوم يا بنتي. يؤخذ على المدعو، ها، سجل اسمه كاملا بعدم التعدي على زوجتي، وسجل اسمها كاملا. جزاك الله خير يا شيخ. ماجد بن أحمد وزوجته تغريد بنت أيمن. نعم يا شيخ. سم يا شيخ. زوجتك أقامت عليك دعوة طلاق. نعم يا شيخ. تدري وش السبب؟ ها والله يا شيخ ما أدري وش السالفة. وأنت الحين يا تغريد، وش سبب طلب الطلاق من زوجك؟ ماجد يا شيخ لا نام قام يشاخر، تقول دقيقات ونايمة جنبك، وأنا يا شيخ أكره ما عندي الشخص اللي يشاخر. ما أنام يا شيخ إلا لين يقوم. وبس؟ هذا سبب طلبك للطلاق؟ إيه يا شيخ، وبصراحة ما أقدر أعيش معه. لا 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 لا، هذا سبب غير مقنع وغير مقبول وغير مشروع أصلا. يا شيخ ما حد أقدر أتحمله، تصدق؟ سوري أنا آسفة. كملين. خلاص يا شيخ مليت من عيشته، مليت ما عاد بيه. يا شيخ خليك معي شوي، الله يطول عمرك. الكلام اللي هي قالته صحيح ان عندي شخير، لكن مو لهالدرجه، هي بالغت شوي يا شيخ. لا ما بالغت. انت الحين شلون تشاخر عند حرمتك وهي نايمه؟ انت ما تسعي انت شيخ. بس السالفة ولا تقاطعني. بنات الناس ما هي لعبة عندكم تشاخرون عندهم، يعني ما تخاف الله. إن شاء الله. نقول لها ما عاد يتعودها. لا يا شيخ خلاص ما بيه، بس يطلقني. إذا تعذر أن أعيش بينكما فلا مجال إلا الطلاق. تردين إليه مهرة؟ مهي بمشكلة يا شيخ، برجع مهرة بس يطلقني. كم المهر اللي أعطاك؟ 60,000. يا شيخ السالفة مهي سالفة فلوس، هذه زوجتي وبيها يا شيخ. اسمع، الله سبحانه وتعالى
يقول الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وأنا بزوجتي يا شيخ وما رايح أطلقها. اطلقها وأنت ما تشوف الدرب. بنات الحمايل ما هي بلعبة عندكم. ضعي رقمك عند الإخوان ويصير خير إن شاء الله. يا شيخ من طلق بنتي عمره ما سأل عن بنته ولا عطاها ولا ريال واحد ريال. أرسلت لهم يا شيخ. ما أرسل إلى مرتن وحده بس، وما يرسل إلا إذا شغلته بالتليفونات وازعجته كأني أشحت منه. خذ، عمره سأل عن بنتي يا شيخ؟ عمره ما سأل، عمره ما قال هي صاحية طيبة طايحة. عمره الحين أنا اللي مسأل عن بنتي؟ أنا ما أتصل عليك دايم وأسأل عن بنتي؟ خاف الله لا تكذب، أنا اللي دايم أنا أدق عليك وأنت مطنش ما أنت بترد علي. اكتب عندك، يؤخذ على الزوج تعهد خطي بالالتزام بدفع النفقة بانتظام. طيب يا شيخ وما عطاها زي العادة وش نسوي؟ إذا ما التزم بالتعهد تراجعون المحكمة وما يصير له خير إن شاء الله. الله يجزاك خير يا شيخ. والله يا وليدي لو كان معها كان عطتك. تقولين ما معها وتبين صدقك ها؟ ايه يا وليدي قلت لك ما معها. زين اجل سمعيني، انا ما عندي لكم شيء ابد. طيب اسمع، انا عندي 2000 مجمعتهم علشان اشتري ثلاجة. الثلاجة الحين مو مهمة، ايش رايك اعطيك 2000 وتعطيها الجواز علشان تسافر مع عيالها؟ طيب انا اقترح عليك، وايش رايك تشتري الثلاجة احسن؟ اقول لك يا 5000 ولا ما عاد تدقين علي مرة ثانية. زين حسبي الله عليه من رجال. ايش قال؟ يقول يا 5000 ريال ولا ما بتشوف الجواز. حسبي الله عليك، حسبي الله عليك ونعم الوكيل. الله ياخذك ويريحني منك. لا 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 ما نمت، ما فيني شيء. بس أنا كذا طبيعي ما أنام في الليل. أنا بس حبيت أقول لك ترى موضوعك إن شاء الله إذا الله أراد يبي ينتهي بكرة أو بعد بكرة بالكثير. يعني بتطلقني منه؟ إذا الله أراد إن شاء الله. واي يا شيخ الله يعافيك، تسلم لي يا شيخ. أقول تبغى أقول شيء ونسيت بس هاي نعم نعم يعني في مشكلة عندك إذا كلمت يعني في وقت متأخر؟ لا عادي، وش دعوة، أنا أصلا ما أنام إلا الفجر. عشان نشوف حل لموضوع طليقك، أقصد يعني اللي بيصير طليقك. أوكي يلا أنا أستأذن، تصبحين على خير. وأنت من أهله؟ لا تنسين تسلميني على الوالدة. طيب مع السلامة. هذه ثاني مرة تشتكيني فيها يا خلود. والله أنا ما شكيتك، أبوي هو اللي شكاك، وبعدين بنتك من وين أجيب لها مصروف؟ زين يا خلود أنا أوريك. يما خوفتني، إيش بتسوي يعني؟ أنا أوريك إيش بسوي. صك بوجهي ابن الذين، الله يستر، ما أدري إيش بيسوي بوت.
روحي بدلي ملابسك يلا. هيا انا اوريك. لا طلاق ماني مطلق، انت تفهم ولا لا؟ يا ابن الاجواد يا ابن الاجواد، الله يهديك وتطلقها. البنت ما تبغاك، انت ايش تبغى بها؟ برضو لا، ولا تحلم ان انا اطلقها. الله يرحم والديك، الله يرحم والديك، وهذه بوسة راس. الله يرضى عليك، طلبتك هي قلت تم. برضو طلاق ما في. طيب لو اعطيتك 50,000 ريال ايش قلت؟ برضو لا. طيب لو اعطيتك 70,000 ريال لا تردني. يا اخي يا اخي برضو لا. طيب طيب لو اعطيتك 100,000 ريال تكفى تكفى لا ترد بلا قول دم تكفى. طيب اسمع، انا مستعد ان انا اطلقها بس على شرط. وش شرطك؟ انك انت اول شيء تعطيني 100,000 ريال زي ما قلت. موافق. وكمان في شرط صغير. وش كمان؟ يعني عمي انت عارف ان حنين تركتني فيها شهرين، وانت عارف الظروف والبعد، فانا كل اللي طالبه انك انت تجيب لي هي وتخليها عندي اسبوع وتشيلها بعد كذا ومعاها ورقتها. صحيح انك سربوت وحقير وما تستحي على وجهك، وصلت بيك المواصيل تتكلم الكلام ده في وجهي انا؟ يا عمي لا تقلق ولا حاجة، انا حنقص لك 10,000 ريال وبلاش اسبوع، شكلها الاسبوع كتير. خلاص اخلي لك هي 5 ايام. يا كلب يا واطي يا تافه يا صايع. اخي ايش بك يا اخي؟ انا اوريك حجمك. حجمي ايه؟ اقول لك هذه زوجتي يا اخي. زوجتك؟ ايه زوجتك يا تافه. يعني يا دلال الحين ما انت مسافره معنا؟ يا حسرة علينا، احنا مال سفر، جوازات العيال يبيلها تجديد. طيب وش رايك تكلمين ابوهم؟ يعني انت ما تعرفين ابوهم؟ ابوهم اي ورقة بيها منه لو صورة يبي 5,000. من بعد. الو السلام عليكم. هلا شلون؟ اي انا دلال. متى؟ قصدي شلون؟ زين زين زين، مع السلامة مع السلامة. دلال خير وش فيه؟ مات أبو فهد مات. ماجد وزوجته تغريد من دايمن. سمي شيخ. صدر صك الطلاق لزوجتك تغريد مع إرجاعها مبلغ 60,000 ريال بشيك مصدق. أقول لك ما تأخذها معناها ما تأخذها. شوف أبا أخذها غصب عنك وعن بنتك. يا شيخ وشلون يأخذ بنيتي مني؟ كلمة يا شيخ الله يعافيك، أنا ما أقدر أستغني عن بنتي. من بغى يشوفها يجي نص الليل يشوفها، بس بنيتي لا ياخذها مني. يا شيخ تكفوا لي، يرحم والديك. بنتي وانا حق فيها وباخذها عندي. شلون تاخذها عندك؟ شلون شلون ياخذها عنده وما يصرف عليها؟ خلاص خلاص يا اخوان، وانت يا ريت تاخذ بنتك وتنتظرون في الاستراحه اللي برا شوي. قومي وانا خلي لبسه في الاستراحه. بنتك بلغت السن القانوني وأصبح لك الحق الحين بالوصاية عليها. يعني أقدر أخذها الحين يا شيخ؟ تقدر تأخذها بموجب الصك الصادر بالوصاية عليها. تعال وقع على الصك.
اسمعي، انا بطلع مشوار وبرجع الحين. يا بابا روح معك. وين تروحون معي؟ نطق هنا لا نجي، ناقصك بعد انتي. اخيرا اجتمعنا. تصدق عاد اخر شيء كنت افكر فيه انك ممكن تكون زوجي في يوم من الايام. الانسان ما له الا ما كتب الله له. والزواج ترى هذا امر يعني مكتوب ومقدر. صدقت. الا ما قلت لي من اللي سدد الفلوس لماجد؟ اهل الخير، اهل الخير الحقيقه ما قصروا.